مشاهدينا الأفاضل، مرحبا بكم في هذا الحوار القصير حيث نستضيف السيدة رئيسة جمعية نادي الأمل أبطال الريال والفائزة بالمباراة النهائية للدورة 13 لنادي كأس العرش في كرة القدم داخل القاعة. هذا مكسب كبير ينضاف إلى الاستحقاقات التي حققها أبطال مدينة مكناس. كيف مرت الأجواء وكيف كانت الانطباعات والمشاركين في هذه التظاهرة؟ ما هي الارتصاماتكم حول هذه التظاهرة التالية؟ الحمد لله دست على خير وبخير. ويعني معد سواء بدني أو تقني، وهذا نموذج من طبيعة الحال خاص بكم. ما هي كلمتكم حول هذه التظاهرة وكذلك حول المجال والتقني والفني للأبطال؟ احنا جد مسرورين بالفوز ديالنا للدورة 13 لكأس العرش تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الجليلة لالة سمية لالة سمية الوزداني. احنا فرحانين بهذا الفوز ديالنا، واخا إمكانياتنا بسيطة ويعني والتدريب ديالنا قليلة، ماشي شي حاجة اللي كثيرة على حسب الظروف اللي عندنا في مدينة مكناس، لأن ما تنولجوش للقاعة ديال 20 غشت وحنا تنلعبو في داخل القاعة وما تنترينوش داخل القاعة. عندها مشكل، هو هذا هو المشكل الأول ديالنا، ولكن رغم الصعوبات وداك الشيء الحمد لله تجاوزنا هذه الصعوبات هذه. إذا من طبيعة الحال نحن على علم على الإكراهات التي تعانون منها، إذا نتمنى أن تضخ دماء جديدة بالنسبة لهذا الفريق وهذا الطاقم التقني والإداري الذي يسهر على هذا الجيل، جيل ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا لابد من التذكير بقسم الأولمبياد الخاص المغربي، دعني أفوز فإن لم أستطع دعني أكون شجاعا في المحاولة، ونتمنى أن تكون المحاولة قادمة بدعم من الجهات المسؤولة التي تدعم العديد من القطاعات إلا هذا القطاع. كان معكم مفاجأة جديدة في رحاب الجميع وممثل قناة أخبار ثقافة العالمية، في أمل الله لنا كلمة أخرى مع المدربة. تنتمنى أن الرياضة بمدينة مكناس بصفة عامة، ماشي الرياضة ديال ذوي الأشخاص اللي في صوتية صعبة ولا أشخاص الأسوية، احنا بغينا الرياضة في مكناس ترجع للقمة ديالها. هذا هو المبتغى ديالنا بصفة عامة، الرياضة في جميع المجالات إن شاء الله تطلع. وهذا مطمح كل ساكنة مدينة مكناس ومشجعي كل الفرق الرياضية المنتمية للنادي المكناسي للحاضرة الإسماعيلية. هل من كلمة؟ كاين شي كلمة؟ بطلات صفاء في الألم البوتشي. نعم إذن طبيعة الحال جئنا لنسمعكم لننقل ارتصاماتكم للمسؤولين بمدينة مكناس كإعلاميين وكإعلام مستقل، لك الكلمة. تشكر حسام سعدية على المبادرة القيمة، تشجعونا، تنشكركم بزاف بزاف، وتنشكركم سيدنا نصر الله اللي خلينينا، وانا فرحان بزاف بهاد الرياضة هادي، تنلقى راحتي فيها باش ما نديش يعني كاين احساس قوي بطبيعة الحال من طبيعة الحال. نتمنى يعني هذا الصوت ديالك يوصل للجهات المسؤولة وأن لا يكون الصدى في واد. نعم معنا كذلك إحدى البطلات. نعم حتى أنا كنشكر أم السعدية اللي ساعدتني ودعمتني وهذا وتنتمنى نزيد القدام نزيد القدام والله ينصر سيدنا. من طبيعة الحال النصر لصاحب الجلالة، ونتمنى للمسؤولين أن يكونوا في مستوى الحدث وفي مستوى التوصيات التي وضعها صاحب الجلالة كأمانة للمسؤولين في مختلف المدن المغربية. ما هي ارتصاماتك وأنت تحضرين لهذه الإنجازات التي حققها الأبطال؟
الحمد لله حنا فرحانين فهاد الشيء اللي داروا، مازال ان شاء الله يديروا حاجه اخرى، ودار فاتو دار شحال من حاجه، وانا تنشكر الحاجه وتنشكر البنات ديالها ومعدلين مع الدراري، ومهم ساندينهم وتعاونوهم، والله يكثر خيرهم ويجزيهم بخير. هي البنت ديالي كانت في واحد الحاله ماشي حتى تما، ولكن ملي دخلتها الحمد لله هي تقدمات وتحسنات وبدات تزيد القدام الحمد لله. هي لعبات وخدات الميداليات والذهبيات والفضيات والكوتشيات، الحمد لله والشكر لله، وتشكركم انتوما. تتمنى على الشكر لله سبحانه وتعالى، و زعما تكون شي حاجه من المسؤولين لهاد الدراري. نعم. باش ما يبقاوش يشوفوا فيهم الناس واحد النظره ماشي هي هذيك، فهمتي؟ انا دابا مثلا تنخدم الصفا تيبقاو الناس تيشوفوا في هذا، ولكن الحمد لله دابا في هذه الايام هذه لعبات ودخلتها 20 غش ولعبات تبارك الله قدتها يعني الحمد لله، ومازال ان شاء الله بنصر نصر الله سبحانه وتعالى ومسعديه. وتنتمنى الله المسؤولين لحقاش سيدنا حاز المعاق، سيدنا نصره الله هو اللي جعل فينا الروح باش خرجنا هاد الدراري لهاد الجمعيات. حازهم وضمهم بنقاوتهم ووسخهم. نعم نعم. لكن مسؤولين الله يهديهم على هاد الدراري. وهادشي اللي غادي. من طبيعة الحال هذا يسجله التاريخ، وكذلك نشكر كل القيمين وكل المسؤولين وكل الطاقم الصحفي الذي حضر معكم، وكذلك على رأسهم السيدة مندوبة وزارة الاتصال بمدينة مكناس والتي تحضر قلبا وقلما. إذن أقول لكم إلى اللقاء في أمان الله. إذن أعزائنا الأفاضل، هذه بعض الصور والإنجازات التي حققها هذا الأبطال هنا بمدينة مكناس وخارج مكناس. إذن كذلك نشارك رئيسة إحدى الجمعيات لنقل ارتسامتها لرئيسة الجمعية وللأبطال. تفضلي أستاذتي الكريمة، مرحبا. الاسم ديالي بجو خديجة، أنا رئيسة جمعية قلب الأم لأباء وأم للأطفال المعاقين إعاقة حركية وذهنية صعبة، واليوم جيت تنهنى مستعدية بالفوز ديالهم، ومستعدية فعلا فهي أم لينا وكتستاهل التقدير، وكت يعني هاد السيده هادي امراه مناضله وحنا كنفرحوا بها، وبالنسبه لي انا كنعتبرها المثل الاعلى ديالي، لان ما شاء الله عليها يعني هاد الانجازات اللي حققتها راه في الحقيقه شي حاجه كبيره، شي حاجه كبيره. وكنشكركم الله يجازيكم بخير بكل تواضع. الطلب ديالي حتى يعني نفس اللي قالوا الاخوان. نعم. يعني انا مدينه مكناس محتاجه يعني الدعم، والاهتمام والاهتمام بهذه الفئات من طبيعة الحال، ومحتاجين لدعم مادي ومعنوي لا بالنسبه للرياضيين ولا بالنسبه للفئات يعني الاطفال المعاقين اللي عندهم الاعاقات الحركيه الذهنيه والصعبه، يعني ما لاقينش بلاصتهم هنا، خصوصا ان باقي وبعض الرياضات تحتضر بالحاضره الاسماعيليه، ولا يعني يعني هذا مطلب لا كذلك لا ندعو هذا الابطال ينحل الله سبحانه وتعالى باش ان هاد الناس المسؤولين ينظروا للحاله هاد الناس هادو. وحنا راه هاد الناس هادو يعني هاد الامهات اللي جيتو تكلموا راهم امهات لاطفال معاقين، وبصفتي حتى انا ماشي كرئيسه جمعيه. نعم. ولكن كأم لطفل معاق عندي حسب يعني شنو كيعاني الام ديال المعاق، شنو هي المعاناه ديال الام، وشنو المعاناه اللي كت يعني الاحتياجات اللي كتحتاج هذيك الام بالنسبه لذاك الطفل المعاق. ويعني حنا شي حاجه الا شفنا شي حاجه داروها وليداتنا فكتجينا كبيره وفرحه كبيره، والله يجازيكم بخير. ونحن كذلك نبادلكم نفس الشعور، واعدكم على ان رسالتكم ستصل للمسؤولين ان شاء الله. ان شاء الله. محبوسة، كنت حبسة ما كتخرج حتى للزنقة، ما كتخرج ما تخرجش ليا، تخرج ليا كاع. وجيت نسقسيت ست هاد المرة، قالت لي ودي بقاي تشبيها عندنا على سيدة ربي، حتى نقول لها نوطيتها تولي 28 عام وها ميت. عندها 28 سنة. 28 عام وها ميت، سلام للتيس. ولكن باش غادي تجيب ما تقدرش شغل.
قلت لك اود سيدي هذه البنيه جات عند هذه المراه وقلت لها يلاه نمشيو بنيتي على الله الا تبقاي تسبقي شويه بقات كتسبق نوبه كاتكنك ليا ما كتبغيش تمشي ولكن عندها 28 عام النسال ديالها قرطيت ما تقدرش تهضر به وكترين بها مسكينه وكترين بها وكتحط تصاوب حاجه من يديها وانا تنعامل معها امراه كبيره هكا. المهم دابا الان هي بطله ولكن في حاجه الى رعايه في حاجه الى اهتمام فيها شي حاجه كتشدها عظامها ما كتبغيش تمشي هذاك المرض اللي فيها ما كتبغيش تعطي النتائج سبكي زيدي ما تنش شنو كتطلبي للجهات المسؤوله تنطلب زعما الله الا يعاونوها اذا بنتك هي بطله ومن بين الابطال اللي حققوا يعني نتائج وعلى كتدهش نعم كتدهش ما كتبغيش داك المرض اللي فيها ديال العقليه ولا نعم. الله اللي ما مدوزاش عليها عند الطبيب نعم ولكن الحمد لله الان انها حققت ذاتها ولكن في حاجه الى رعايه والى دعم من طرف الجهات المسؤوله تنطلب الله هديهم ان الله يهديهم ويعطيهم السر يدعموا عباد الله كلها ماشي غيانا وهذا دور الاعلام ورسالتك الان يسمعها المسؤولين المسؤولين ان شاء الله يا وليدي الله يرضى عليك والله يرضى ولا اللي صحاح ولا الله عمر ربي يكون معنا ويشدنا في الملك نعم الله يشدنا سيدي محمد السادس وفي وليداته وفي اللي طايرين به الحكومه ديالنا وكل شيء الله ينصرها الله ينصرها وليدي من طبيعه الحال هذه الانجازات اللي حققتوها واللي حضروا معكم اعلاميين وبعض المسؤولين من طبيعه الحال خص لابد من واحد التكريم والتكريم اللي يكون معنوي ومادي والرعايه بهاد الابطال هذه باش يبقاو دائما معكم في استمرار باش الا كانت مثلا الدوره المقبله انه يشاركوا اذا سمعنا الامهات العديد ديال الابناء اللي شاركوا وابطال اللي معروفين يعني بالاعاقه ديالهم يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه والناس اللي كيشتغلوا يعني باليد يعني عمل يومي وما وكاين اللي ما فحالتهمش وكاين اللي ما كيقدروش يعني جسديا ولا ذهنيا ما كاينش اذا واش انت ضامنه يعني التواجد ديالهم معك واش ما كتلقايش مثلا بعض الصعوبات في الاقناع ديالهم رغم انه بعض الجهات المسؤوله بمدينه مكناس لا تراعي هذا الاهتمام وغادي نشوفوا معك يعني اخر منحه اللي استفدتي منها والقدر ديالها وشنو هي وشنو هو يعني المطلب ديالك الحقيقي باش على الاقل نكرموا هاد الابطال ونحاولوا نردوا لهم ولو شيء من الاعتبار ويعني من الاهتمام نعم نعم الاعتبار خصهم يديروه من قلبهم ويشوفوا هاد الوليدات يشوفوا شحال كنضحيو معاهم وكنعانيو معاهم لا في البيت ولا خارج البيت من الا ما كاين الاعتبار ولا دعم ولا يحزن كاين المعاناه الا جيت نوصل لك المعاناه اللي كنعاني بها ما يعلم بها الا الله من طبيعه الحال بغينا نسمعوا هذه الاعانات لانه احنا اعلام مستقل لا نخدم احد سوى الحقيقه معاناه انا كنعانيها من 94 95 94 مشى ولدي لفرنسا وزرايد المغرب وعيطوا للوالي العراسي راه امين بالحاجه زرايد المغرب مشى لاسبانيا كديالك ها هو ما تيدير حتى حاجه هو تيكاردي الطوموبيلات كنعاني انا مع ولادي عاد نشوف هادو راه ما بحالي بحالهم وانا ما كان ولدي لا دعم ولا رعايه من هاد المدينه الله يهديهم حنا تنطلبوا مقر وتنطلبوا سياره من هاد الوليدات باش يزيدوا يعطيو وتيعطيو ويدعموهم ماديا ومعنويا ولا يديروا لهم غير شي حاجه بسيطه باش يزيدوا يفرحوا ويعطيو الا ما كانش الدعم معنوي ومادي راه ما كاين حتى حاجه وين انا كنديروا من مجهودي والله شاهد عليا ان حس عندي ولدي كنحس بوليدات الناس ماشي جايباهم خضره فوق الطعام لا اللي تيضر ولادي تيضرهم حتى هما تيضرني حتى انا والله يهدي هاد الناس يتنبهوا لهاد الوليدات هاد الفئه بالاحتياجات الخاصه راه فيهم ابطال رياضيين معنى الكلمه القدره اللي عندهم راه ما عندش الصحاح اذا نتوما حرصتوا على كؤوس وعلى ميداليات وعلى كاس عرش يعني واش كانت مورها من غير هاد يعني القيمه يعني ديال الكاس والميداليات واش كاين شي دعم يعني في هذه التظاهره الاخيره او السابقات لان ربما اربع مرات انتم كتحرزوا ربما على هذا وانتم كتحرزوا على هذا الكاس لا ما عمرني شديت عليه تريال اذا هذا للحقيقه حتى لا يفهم غير الحقيقه ولو اسمح لي
كلمه والو كل هزيتهم في هوندا ودرت فيهم في حمريه وكل واحد يرمي درهم راه غادي نجمعهم ونفرح الدراري. نعم الحمد لله. راه ما عمرني شديت منهم ووليت. إذن الثقه كاينه في هذه السيده هذه كما جاء على لسان العديد. الحمد لله. والان غادي ناخذ منك غير توضحي لنا واحد الصوره اللي شاهدوها العديد. لمينا لعبنا نيس كاس العرش لعبنا في افران وجينا حنا للواله. نعم. كاين فيها ولادي وكاين يونس العسيري. هادي في فلان في فلان هاد التاريخ يمكن هنا لعبنا كاس لعبنا نيت الكره الكبيره دايره الكبيره وجينا حنا الولاد حنا الذهبيين كتعلقهم مرحومه لالا امينه الله يرحمها والله يرحمها ويجيبوا لها في ديك الدار فهاد الوليدات اللي كدير لهم هذا. اذا نكتفي بهذا النموذج فقط وهو كافي لكل تعليم. الحمد لله. ها وليت في عمر